تتواصل انطلاقات اشواط صباح هذا اليوم. ما شاء الله ميدان سيف العرب مشاهدينا الاعزاء الذي بدا بهذا الموسم بشعارات واسماء ومشاركات قويه حتى فروع المرموم تحفه الميادين سمي بسيف العرب الذي حقق الانجازات من هجن العاصفه وحقق الرموز. هذا ميدان سيف العرب، هذا وين بدا بالفوز وناموس من سن الصغار، وهذه الانطلاقه مع هذا السن سن الفطامين. الشوط الحادي عشر مع الابكار تتقدم وتقود مسار هذا الشوط الغزيله. تعقود المشاركين عبد الله بن ضاحي بن عبد الله العميمي هو اللي في المركز الاول، مسيطره على المقدمه بينما تليها في المركز الثاني وتندفع على ثاني المراكز هملوله. خالد بن حميد المهيري على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هذه الشاهينية حمد بضعيف بن غدير على المركز الثاني غيرت. أما المركز الثالث هناك دخول من الشاهينية سعيد بن نصيب بن سعيد الكتبي. يا سلام يا سلام، شوف الأسماء، شوف الشعارات، شوف هذه القدوم القوي في عالم الأصالة في هذا الشهر الفضيل. يا سلام يا سلام يا سلام، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول ولا زالت السيطرة من البداية وهي الغزيلة اللي مسيطرة على مقدمة الشوط. عبد الله بن ضاحي العميمي هي اللي في المركز الأول، ولكن يالله يا المهندس، الله يا المهندس، يا سلام يا سلام، حمد بضعيف بن غدير، ولكن من الجانب الآخر هناك بن منانة أيضا مع الشاهينية. يا سلام، شوف بضعيف وبن منانة غيرت الشاهينية. عبيد بن سعيد بن منانة، سلام سلام على هذا الشعار المتحدي دائما على المقدمة. يا سلام، المركز الثاني حمد بن ضعيف بن غدير، والمركز الثالث اللي فيه لعبد الله بن ضاحي العميمي. هذه النتيجة التوقيت الزمني لهذا الشوط، دقيقتين و18 ثانية. تهانينا والناموس.